مساء الخير. بكرة يوم مهم، مهم جدا. أعرف ناس مش هيخرجوا من بيوتهم بكرة بالليل مش عشان يقعدوا قدام التلفزيون من الساعة 7:30 مساء عشان يسيبوا خروجة الخميس ويتفرجوا على ماتش مهم ولا حاجة، لا، دول محضرين نفسهم عشان يقعدوا يتفرجوا على الافتتاح العالمي لطريق الكباش في الأقصر. معقول؟ هو من إمتى المصريين بيهتموا بالاحتفالات دي؟ هقول لحضراتكم من إمتى بالظبط. كده من يوم 3 ابريل اللي فات، يوم موكب المومياوات الملكيه، ودي كانت احتفاليه تاريخيه اسطوريه اللي فاجئت المصريين مش بس بروعتها وعظمتها، لا، المصريين اتفاجئوا بنفسهم، اتفاجئوا ان هم مصريين بجد. تصوروا كم واحد من المصريين لسه عينيه بتدمع لما بيتفرج على احتفاليه زي الاحتفاليات دي. بني آدم بسيط عمره ما سمع في حياته حتة موسيقى أوركسترالية أو أي غنى أوبرالي، وقعد في نفس الوقت ساكت قدام التلفزيون بيتفرج وبيسمع الروعة اللي أبهرت العالم. أصل في كده أحداث ممكن تعمل فرق كبير في حياة الشعوب، واللي حصل في هذه الاحتفالية بالذات إنها لغت المسافة الكبيرة جدا بين حاضرنا وبين ماضينا. رجعنا نوصل الخيط اللي اتقطع من قرون طويلة، واكتشفنا اللي احنا بنسميهم مصريين قدماء، لا، مش غريبين علينا، دول أجدادنا بجد، قرايبنا، احنا منهم وهم منا. خطوة خطوة المصريين بيكتشفوا اللي كانوا بيدوروا عليه من زمان، هويتهم الحقيقية، مع انها كانت دايما قدام عينيهم. ما هو بديهي انه المصري هتبقى هويته مصرية، مش معنى انه الشعب على فكرة عنده هوية خاصة بيه هيبقى ضد هويات غيره او يلغي تاريخه، يلغي مكتسباته الحضارية في العصور اللي فاتت. مش معنى ان في شخص هويته انه مثلا طويل وشعره اسود هيبقى بيعادي الاقصر منه او اللي شعرهم فاتحة. دي هويته، حاجة ما يقدرش يغيرها، حاجة اصيلة فيه، زي ما هويتنا المصرية هي جزء اصيل مننا ما ينفعش نغيرها، ما ينفعش نتجاهلها. طيب ليه مهم ان المصري يعرف انه مصري مش اي حاجه تانية؟ ببساطه لانك لو ما عرفتش انت مين النهارده مش هتعرف هتروح على فين بكره. الانسان بلا هويه هو انسان عايش في متاهه، لانه ما يعرفش بدايه رحلته كانت هيعرف هيوصل لفين. المهم دلوقتي نتمنى اننا نشوف بكره احتفاليه افتتاح طريق الكباش، واحنا متاكدين اللي احنا بنتفرج عليه ده مش مجرد حدث اثري او سياحي، لا، دي احتفاليه بعوده الروح المصريه، الروح اللي بتجمع كل المصريين مهما اختلفت ملامحهم او الوانهم او اديانهم. كلنا مصريين، وهي دي الروح اللي تقدر نعيد معاها اللي كان أحسن من اللي كان. مصر جديدة، أهلا بحضراتكم.